للصبر وللصدر حدود، قم تعجل بساعة الصفر، والحنانة تترك الخيار للشارع. إذن اعتزال كاظم الحائري يقود إلى اعتزال مقتدى الصدر، واعتزال الصدر يؤدي إلى خروج جماهيره إلى الخضراء ودخول القصر الجمهوري. حرب الإطار والتيار تحولت إلى حرب مرجعيات بين النجف وقم، وبالنتيجة القادم غامض وكل السيناريوهات ممكنة. باختصار، كاظم الحائري أعلن اليوم اعتزاله للمرجعية ودعا مقلديه إلى طاعة المرشد علي خامنئي. ذريعة الحائري بالاعتزال هو المرض والشيخوخة، لكن معطيات المشهد السياسي المحتدم بالعراق توحي أنه الاعتزال سياسي، لأنه الحائري مرجع الصدريين وبيانه موجه إلهم وتضمن تعليمات شملت حتى المتصدين للعمل السياسي والممسكين بالمناصب العليا بالعراق. ما هي روح البيان؟ روح البيان بطعن مبطن بقيادة سيد مقتدى للجماهير، وتمثل هذا الطعن بقول الحائري إنه من يسعى لتفريق أبناء الشعب والمذهب باسم الشهيدين الصدرين أو يتصدى للقيادة باسمهم وهو فاقد للاجتهاد أو لباقي الشرائط المشترطة في القيادة الشرعية، فهو في الحقيقة ليس صدرياً مهما ادعى أو انتسب. واضح أنه يقصد السيد مقتدى الصدر. بعد إعلان الحائري، سيد مقتدى استلم الرسالة وأجاب عنها بشكل صادم وأعلن الاعتزال النهائي للعمل السياسي وغلق كافة المؤسسات الصدرية والكل في حل منه. طبعاً مو أول مرة الصدر يعلن اعتزاله ويرجع بعد فترة، بس الأحداث السياسية هالمرة مختلفة. الشارع يغلي والعملية السياسية بفترة مخاض عسير. تغريدة الصدر كانت بها إشارات مهمة، ومنها قول الصدر إنه قيادته مستمدة من تراث أبيه محمد صادق الصدر وليس من الحائري، وأضاف إنه النجف هي المقر الأكبر للمرجعية. النجف هي المقر الأكبر للمرجعية. النجف هي المقر الأكبر للمرجعية. وهاي العبارة رد على دعوة الحائر للصدريين لتقليد المرشد علي خامنئي وتحويل بوصلتهم من الحنانة إلى قم. وهذا كله يعكس التوجه السياسي لقرار اعتزال الحائري. ولذا الصدر قال إنه قرار الحائري ما كان بمحض إرادته، ما يعني الإيحاء بأنه صراع الصدر مع طهران وصل لمرحلة كسر العظم. زين، هسه وين رايحين؟ رايحين لمخاض خطير. ظاهراً الصدريين الآن بدون قائد، لأنه الصدر اعتزل ووزيره سد منصاته وصدرت التوجيهات بمنع التدخل باسم التيار بالشأن السياسي والحكومي ومنع رفع الشعارات والأعلام ومنع تداول أو استعمال أي وسيلة إعلامية باسم الصدر. لكن بالمقابل اللي نشوفه
أنه الصدريين يتحركون بتنظيم دقيق، وهذا قد يشير إلى أنه انسحاب الصدر تكتيكي وجزء من خطة ذات مراحل، بدت من انسحاب النواب ثم نزول الجماهير للشارع واعتصامهم بالخضراء، وها نحن أمام المرحلة ما بعد قبل الأخيرة. الصدر يعتزل السياسة ويترك العنان للشعب، والسبب المباشر هو اعتزال الحائري، أما الأسباب غير المباشرة فهو حراك الصدر الإصلاحي اللي صار لأشهر يختمر ودون نتيجة. ما الحل إذن؟ الحل هو حل البرلمان، وهذا اللي ممكن تسويه المحكمة الاتحادية باكر، سواء بقرار مباشر أو بوضع آليات ملزمة للبرلمان حتى يحل نفسه. الوضع خطير جدا، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم بما في ذلك القضاء. يا قضاء يا قضاء، هلا هلا بهذا الشعب المسكين، هلا هلا بالبلد اللي صار لسنين يعاني أرامل وثكالة وشباب وعاطلين، كل شو كلاشي بهذا البلد، كل المعاناة، كل الوجع وكل الدموع بهذا البلد. بس أنا عندي تساؤل، أنتوا شايفين مرجع يعتزل؟ يعني هاي خبرتنا، ماكو مراجع تستقيل. هي أنا معينك بوظيفة، أنت مرجع روحي، شنو هاي القصة؟ هذا تساؤلي وراح أطرحه على الضيوف. حياك. حياكم الله أعزائي المشاهدين. يعني بدءاً قبل لا نخوض بحوار اليوم، ما نتمنى أي شيء سيء لهذا البلد. الأخبار اللي توصلنا أنه أكو شباب وصل عددهم إلى، ما أريد نحكي بالأرقام، بس ما يستحق الموضوع، لا يستحق أن يقتل شاب بريء في هذا البلد. على شنو؟ شو أنتم متنعمين بقصوركم ومتونسين ومرتاحين، بس هذا الطمع، الطمع اللي مستغرقكم، الطمع اللي، وإلا هي فكرة بسيطة وكان ممكن أن تحل بشكل بسيط، ويا ما في هذا البرنامج إحنا نحكي هنا نقول يا با اتفقوا، يا با ترى السيد الصدر عنده جمهور. هسه شو تريدون تقولون عن سيد مقتدى يتراجع عن قراراته، ما ضابط روحه؟ شو تريدون تقولوا؟ نقولوا مو شنو هو قال الحائري، ما يجتمع الشرائط والشروط. هو قائد يا جماعه، قائد، شنو هاي الشروط والشرائط؟ مقتدى قائد جماهير يستمعوا له. وايضا انتم تحاولوا تفهمون شنو الوضع الان، حلوا البرلمان، انتم متفقين، والله شلون البرلمان، يعني تفاصيل سخيفة هددت البلد بصراحة، ممكن نندم عليها كلنا. عموما في هذا البرنامج، وأنا أيضا أتحدث، هذا البرنامج إذا يهدد السلم المجتمع العراقي، والله أنا مستعد أوقفه، مستعد أقدم استقالتي، ما أريد أهدد الناس، ما أريد أهدد حياة الناس، بس إحنا نستنطق المسكوت عنه حتى لا يخدعون شعبنا وجماهيرنا. أكو أشياء مسكوت عنها، أريد نحكي عنها. خوش، هسه الرسالة وصلت أو لا ما أدري، بس خلي أرحب بضيوفنا اليوم، البرنامج مفتوح، وأتمنى أنه الأجواء في بغداد وباقي المحافظات أمينة. ويانا الدكتور غالب الدعمي، ودكتور هاشم حضر بعده، حضروه
ورمضان البدران، وايضا راح ينضم لنا الدكتور هاشم الكندي والدكتور غسان العطيه والدكتور منقذ داغر. وخلينا نشوف شلون، يعني ما اعرف، خلينا نشوف شلون. بس عموما خلي اتحدث مع دكتور غالب الدعمي. خطوه السيد مقتدى مفاجاه للجميع، يعني شنو اللي دعا بالسيد مقتدى ان يعتزل العمل السياسي؟ هل يعقل انه السيد كاظم الحائري اعتزاله يعني يؤثر على السيد مقتدى بهذا الشكل؟ دكتور غالب تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الرحمه والغفران شهداء للضحايا الذين سقطوا هذا اليوم برصاصات غادره لا ترحم، من اجل ان يبقى فلان مرشحا للحكومه، ومن اجل ان يحكم فلان في هذه الحكومه، ومن اجل ان تبقى هذه المغانم لهذا الزعيم او ذاك الزعيم. طيله المده الماضيه كانوا دائما يدفعون باتجاه التحريض، وسبق وان تكلمنا وفي برنامجك تحديدا بان هذه الاجواء ستجعل البلد او ستجعلنا نصل الى هذا اليوم. وقلنا اذا انطلقت رصاصه فلن تتوقف هذه الرصاصات، وللاسف الشديد وقع المحذور، وعلى الجميع ان ينتبهوا، ويعني اولا خلي يخلصوا نفسهم اول مره من عقوبه الله والناس اجمعين. واما فيما بالعوده الى سؤالك استاذ عدنان، التيار ترى واضح، السيد الصدر قال ساتخلى عن تغريداتي ولن اتدخل بعد اليوم فيما اذا لم يستجيبوا الاخوه في الاطار التنسيقي لنقطتين فقط، هو اراد حل البرلمان وتحديد موعد لاجرائها فقط، لم يطلب شيء. ولكن الاخرين حولوا هذا البرلمان الى قديس، يعني اصبح مقدس، يفترض ان نبني لنا اليوم ضريح ونزور مجلس النواب لانه الان مقدس، لانه اصبح اشرف واجل من الشهداء من الدماء التي سقطت. وطبعا هاي القدسيه الاخوان بكيفهم يضيفوها؟ لان اكو منافع عبر هذا البرلمان، هم يصلون الى منافعهم ويحافظون على قصورهم، وبالتالي هذا الذي حدث بس اليوم. بس عندي ملاحظه، للاسف الشديد راح يتحمل يعني هؤلاء وراح ينكوون بناره. طبعا هي القصه بدات من اعتزال السيد الحائري، يعني في ادبيات الشيعه بالفقه الشيعي المرجع لا يعتزل لا يستقيل، يعني هو مو في وظيفة، هو مو مدرب نادي أو كذا، هو مرجع روحي. يعني أنا أذكر بشكل جيد السيد أبو القاسم الخوئي الله يرحمه، يعني التسعينات السبزواري ماكو ما هسه أريد أفكر أرجع أنه شلون مرجع يعتزل. أكو هيك سابقة مثلا لو القصة سياسية دكتور غالب؟ يعني أنا على مستوى يعني على حد علمي ما سامح هكذا امر. انا عاده ما اتدخل بتفاصيل المرجعيات واعتزالها، ولكن بس معلومه عندي في هذا الجانب انه اغلب الشعب العراقي يقلد سماحه المرجع السيد السيستاني، وايضا اكو صراع مرجعيات. حتى شوف انا قرات كتاب تاليفه عام 1940، هذا الكتاب يقول انه بانتقال المرجعيه من بغداد من النجف تحديدا الى قوم هو احد علامات ظهور الامام المؤكده. هاي زرعت طبعا قبل صور كم سنه، قبل 60 سنه او 80 سنه، بمعنى التخطيط لنقل المرجعيه من مكان الى اخر، هذا تخطيط. وتعرف ان الدوله اللي بيها مرجعيه مسيحيه، مرجعيه دينيه، مرجعيه شيعيه سنيه يكون اقوى. فوجود المرجعيه الرشيده في النجف انا بتقديري هو اقوى للعراق، نقطه قوه. لذلك السيد اكد على ان مرجعيتنا هي في النجف، مرجعيه السيستاني الرشيده. وبالتالي اعتقد ان كل الذين دعاهم السيد الحائري اليوم للذهاب لتقليد السيد الخامنئي هم لن يذهبوا، لانهم اصلا لا يقلدوه، وانما يتجهوا بتعليماتهم. لا هاي خطوه خطره دكتور غالي، يعني انت تلاحظ يعني هي اصلا البيان اللي اصدر السيد الحائري يعني نهايته يتحدث عن شيء سياسي. هسه انت كمرجع روحي ديني، هو يعني كان يتحدث عن اعتزال بس يعني بعدين تحدث عن شيء سياسي. بس خلي استوقفك هنا واسال استاذ رمضان البدران، انه
يعني هذا التقليد ان اكو شيء حاصل انه ممكن مرجع ديني يعتزل العمل صايره بتاريخ الحوزات، انا ما مر عليها بصراحه. ترى هم قارن لا شوي. طبعا ايه؟ لا طبعا ما يوجد مثل هذه الصيغه. المرجع هو مرجع كلما يعني طال فيه الزمن كل ما طبعا يزداد خبره ويزداد معرفه ويزداد عطاء. لكن السيد الحاري في طبيعته هو مرجع سياسي من 2003 حتى الان، كل حضوره في العراق، كتاباته التكفيريه، فتاوى التكفيريه في العراق، الاسئله التي يجيب عليها ويكفر ويبيح الدماء. السيد الحاري رجل سياسه ورجل ذو منهج متطرف خصوصا باتجاه الوضع في العراق. لا بس هو مرجع، هو آية الله. نعم. استاذ رمضان، احنا نحترم المراجع ونقدرهم ونحترمهم ونتحدث انه عن تفصيله مهمه، يعني هل هناك مر يعني انت بذاكرتك بادبياتك بقراءاتك اكو مرجع شيعي اعتزل؟ لا لا طبعا لا، انا باحث انا في هذا الجانب بقدر واخر، واقول ان السيد الحائري هو رجل مرجع سياسي من تبعيه حزب الدعوه الى اخره، هو اكثر المراجع انغماسا في السياسة وأكثر المراجع الذين يعني تعاطوا مع ولاية الفقيه واعتبروها يعني من المسلمات الواجبة يعني الذهاب إليها، ولذلك غير مفاجئ البيان. ولكن التوقيت أنا أعتقد إجمالا أن العراق يصطدم الآن بين أمرين مهمين، الشرعية والنفوذ. الشرعية العراقية المتمثلة بحق الشعب في أن يحكم نفسه، في أن يقرر مصيره، في أن يحكم بلده بعدالة ونزاهة، وهذا طبعا جاي من شارع كبير صامت او شارع حركي متمثل بالصدريين او التشريين او سواهم، يقف خلفهم السيد الصدر وربما حتى مرجعيه النجف. بمقابل هذا نفوذ خارجي بشكلين، شكل هادئ مهادن اللي هو النفوذ الامريكي والامم المتحده، وطبعا هذا النفوذ استصف بانه يريد ان تتشكل حكومات عراقيه شكلا كيفما اتفق، وهذا الهدوء والمسالمة والمهادنة بتشكل الحكومات العراقية كيفما اتفق سار بالعراق هادئا نحو الهاوية. مقابل هذا نفوذ آخر اللي هو النفوذ الإيراني الذي عبر هذه الآلية اللي هو تشكيل حكومات كيفما اتفق استطاع عبر 20 سنة أن يؤسس له نفوذ في كامل أروقة الدولة العراقية، الأمني منها، المدني منها، وحتى القضائي. وبالتالي اليوم تغلب النفوذ الخارجي بشكل واقع في داخل الدولة العراقية. بس خليني أسأل دكتور، ليش سيد مقتدى انزعج من هذا الاعتزال؟ يعني سيد مقتدى ليش ياخذ دور، يعني اخذ موقف متشدد، اني راح اعتزل العمل السياسي؟ يعني الان يقال انه سيد مقتدى اعتزل العمل السياسي بعد اعتزال السيد كاظم الحائري. سيد مقتدى انت قائد جماهيري، شنو علاقتك مثلا؟ وانت عندك مهله ما خلصت بعد. دكتور غالب، سؤال من استاذ الك إيه؟ الك الك دكتور. شوف استاذ نعم استاذ عدنان، نعم استاذ عدنان، الرساله كانت مزعجه، وهي اكو رساله قبلها حوالي قبل 4 أشهر ايضا جاءت له من السيد الحائري بشان الحلف، حلف الانقاذ. وسيد مقتدى الصدر كانت في رسالة السيد الحائري بأن يعني ليس الفضل لك بأن كونت نفسك، والسيد مقتدى أجاب أنه الفضل للشهيدين، بمعنى لا فضل للسيد مقتدى لأحد، لا فضل على سيد مقتدى، يعني لا فضل لسيد مقتدى من أي شخص آخر، وإنما هو بنى أمجاده وأمجاد عن طريق والديه الشهيدين. وبالتالي هذا الدفع أن يترك السيد مقتدى الصدر الفساد اللي يعني منتشر في الحكومة العراقية جعله ينزعج إلى درجة عالية، وأوصل رسالة اليوم أن مجرد انسحابه من توجيه الجمهور جعل الجمهور يثور بهذه الحالة، بهذا الغضب الكبير اللي اليوم شفناه من ظهر هذا اليوم لغاية الآن، وما زال الجمهور يتوافد على المنطقة الخضراء. بمعنى الرسالة كانت واضحة، وجودي هو رحمة لكم، كما يقال ربما الذي تعتقده عدوا لك هو سببا بوجودك. اليوم التيار الصدري السيد مقتدى
هم يعتقدوه عدوا، أقولها بصراحة، بل لكنه كان سببا في الحفاظ عليهم. حينما انسحب انكشف ظهرهم وظهر الجمهور، واليوم أسمع دعوات من التشرين ومن شباب آخر من غير الصدريين يدعون للانضمام للتظاهر وإسقاط هذه الوجوه التي تدير العملية السياسية بقسوة. يعني تصور أستاذ عدنان، إحنا مو بعيدين عن هناك، عشنا زمن صدام، يعني حاكموه على 24-43 شهيد ونعدم، هاي آلاف الشهداء سقطت على أيديهم. يعني يعتقدون هؤلاء الذين سقطوا بفتوى مثلا بالجهاد، هم من جلدتهم، هم من أبنائهم، هم من أبناء عموتهم، فإذا من أين كيف سيفلتوا من عقاب القانون والله؟ طيب بس أستاذ رمضان، يعني سؤالي أنه تتخيل سيد مقتدى ممكن يرجع عن هذا الاعتزال؟ يعني أولا يعني أكو تجربة سابقة سيد مقتدى اتخذ هيش قرارات ورجع عنها، ممكن يرجع سيد مقتدى؟ طبعا إذا كان هناك فائدة من هذه العودة. سيد مقتدى مو هدفه أن يكون سلبي في التعاطي مع العملية السياسية، بل أثبت أنه هو الأكثر إيجابية في التعاطي مع العملية السياسية من قبل دخول الانتخابات إلى دخولها إلى حصول على الأكثرية على الشيعة، ثم شكل يعني في كل الأحوال السيد الصدر كان إيجابيا متعاطيا محاورا رائعا، ولكن لشديد الأسف أنه في كل هذه المحاولات باءت بالفشل، إلى أن نفذ ما لديه من أي سياسة أو من أي قرار أو أي محاولة. هذا السبب اللي خلى السيد الصدر اليوم يقول سأعتزل وأجرب الحديث مع الجمهور، بل إن حتى التغريدة التي الكثير قال لا نفهم منها شيئا هي في الحقيقة تغريدة عبارة عن محاكاة لما ستصطدمون فيه مع الشارع. الشارع سيأتيكم بكل هذه الطروحات التي لا تفهمون منها شيئا، حاوروه في السعدون وحاوروه في التحرير وحاوروه في البصرة إذا ما أنا انسحب. فإذا السيد الصدر قطعا سيعود، ولكن سيعود بشرط أنه تتوفر هناك فرصة فعلا لإنقاذ الدولة. أنا لو تراجعت المحكمة الاتحادية عن قرارها الخاطئ في تفسير الثلثين وعاد التيار الصدري وشكل حكومة أغلبية، هنا نذهب إلى حلول واقعية ولا زلنا ضمن السقف الزمني. أما أن يبقى السيد الصدر مقصى أي حكومة تتشكل، إن ترضي السيد الصدر بحكمته سوف لن ترضي الشارع. الشارع خائف، يعني بعد انسحابه هواجس الأمنية والعقلية البوليسية التي تريد تشكل حكومة أخافت التيار الصدري وأخافت جمهوره، وبالتالي الجمهور هذا ليس بالضرورة دوما يتحرك بسيد الصدر، أيضا فيه طاقة حركية ذاتية تدفعه إلى الحراك. اجتياح البرلمان صدقني كان بأمر، هناك طاقة لبجة أنه من التيار الصدري هو شعب معدم متعب يريد الإصلاح، ليس لأن السيد الصدر يريد أو له ذلك، هو يريد ذلك، ولكن السيد الصدر يحاكي هذا الجمهور بمسؤولية بأخلاق، يقول هذا جمهوري أنا أتحدث نيابة عنهم ولكن هذه مطالبهم. ربما هذا ما افتقده التشرينيون، وهذا ما يريد أن يقرأه الإطار. الإطار يريد أن يصل إلى السلطة بأي شكل، ويعتقد أن هذا كافي شكل الوصول للسلطة والبرلمان والنفوذ على الأمن والنفوذ على القضاء، يعتقد أن هذه مكملات الشكل الشرعي، هذا غير كافي، هذه قراءة خاطئة. والآن إذا ما حصل الاصطدام بس يبدو أن الإطار أيضا يريد العودة، يريد الصدام ربما بعض قوى الإطار، لأنه يعتبرون هذه فرصة تاريخية مهمة لكسر الألفة العراقية التي حجمت إيران وظهورها. طيب الدكتور غالب، يعني وفقا لبيان السيد الحائري، يعني هو يوجه مقلدي الصدر الى السيد الخامنئي، وهذا يعني يصب في صالح قوى الإطار، لذلك قوى الإطار الان يعني بياناتهم وتغريداتهم دعما وتأييدا لبيان السيد الحائري. شلون تقرأ هذا مستقبلا على أتباع السيد مقتدى؟ شوف أستاذ، أنا سبق وأن قلت لك أنا أعرف المشهد جيدا، وأنا سبق لي وأن أخذت محاضرات حوزوية وأعرف الإشكاليات اللي تحدث في الحوزات والمراجع، لذلك بس يعني عن بعيد أقول لك هذا البيان لن يؤثر على الجمهور التيار الصدري مطلقا، بل أعطاهم عزما،
واعطاهم دفعا، لان اغلب مقلدي التيار الصدري من الجيل القديم مقلدي السيد الشهيد ما زالوا يؤمنون بالبقاء على تقليده. النقطة الأخرى، الجيل الجديد اللي يؤمن بالتيار الصدري ويؤمن بروحية السيد مقتدى كرجل ثوري، هم لا يؤمنون بالمرجعيات أصلا. يعني شوف هاي أكو حالة ربما لا أحد يفهمها، هم مع التيار الصدري، هو جزء من التيار الصدري، هو يعاني ما يعاني التيار الصدري، لكنه لا يقلد السيد الشهيد ولم يكن موجودا في ذلك الوقت حينما كان التقليد يعني في حياة السيد الشهيد، وبالتالي هو لا يقلد أحد. اليوم إذا ترجع للشباب وتسألهم كم منكم يا أبناء الشيعة الذين تؤمنون بالتقليد تقلدون، نسبة قليلة وتتراجع بشكل خطير، ولكنهم يؤمنون بثورية السيد مقتدى الصدر. المشكل هنا وقوة التيار الصدري من هذه الحالة، هم يؤمنون بثوريته ويرون أن العمل السياسي اللي فشل والخدمات اللي فشلت من 2003 اليوم حان وجه التغيير. ربما أنت قد لا تعلم سماوة، عمارة، ذيقار، البصرة، لربما هناك سيطرة كاملة للتيار الصدري، وحتى على أطراف بغداد الآن كما أسمع، ويبدو بالخضراء تطور أيضا كبير الآن، كأن هناك دخول واسع أعتقد هكذا. وبهذا الأمر يصبح الطرف الآخر أمام مشكل، أما يذهب ويدافع ويستخدم ما لديه من قوة أو يواجه التيار. والجيش هنا لن يتدخل، بالمناسبة الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب ومعلومات الأجهزة الأخرى الأمنية لن تتدخل في هذا الصراع حسب توجيه السيد الكاظمي، لأنه يقول لابد أن نحل هذا الأمر ونبعد سلاح الدولة أن تكون طرفا. ولكن طيب، المشكل الكبير إذا تدخل عنوان الحشد، وسننتظر خطبة السيد أو هناك كلمة للسيد رئيس هيئة الحشد ونرى ماذا يقول بها. إذا قال ودعا الحشد للتدخل راح تصير مشكلة كبيرة جدا. لا، طبعا لأنه يعني تعرف الحشد أعطى أكو بيان صدر من الإطار يدعون للحوار واحترام مؤسسات الدستورية، و احنا مو ضد التعرض لمؤسسات الدولة، يعني هم استاذ عدنان هسه انا شو احكي بعد. يا دستور فهمني، يا دستور بقى قانون الاحزاب ليش ما يطبقونه؟ هاي الفقراء مو دستور، دستور يقول لكل على الحكومة الدولة ان توفر سكن لائق وكرامه وتعليم وصحه، هذا مو دستور. وين الدستور؟ الدستور بس يمهم. خليني ارحب اولا بالدكتور منقذ داغر رئيس المجموعه المستقله للبحوث، حياك الله دكتور منقذ. واسالك على بيان الاطار، يعني يقولون احنا نجدد وقفتنا مع الدوله ومؤسساتها، ولا يمكن بأي حال من الحال أنه إحنا نسمح بالتعدي على الدستور وعلى مؤسسات الدولة وعلى هيبة الدولة. هذا البيان صادر من قوى الإطار، قوى الإطار القريبة من الفصائل اللي كانت تضرب السفارات، اللي كانت تضرب أربيل. تحية لك أستاذ عدنان والرحمة لشهداء العراق الذين سقطوا اليوم وسقطوا قبل ذلك، لكل شباب العراق الذين سقطوا وهم يدافعون أو وهم يرجون أن يرون عراقا أفضل وفيه مستقبل مضمون لهم. نعم، يعني أنا أستغرب مثل ما حضرتك تستغرب، ومثل ما قبل شوية الضيف الكريم الأستاذ الدعمي أيضا استغرب هذا التمسك بالدستور ومؤسسات الدولة وإلى آخره. وإحنا نريد نتمسك بمؤسسات الدولة لأن لا غنى عن الدولة في النهاية، يعني الاحتكام إلى الدولة بالتأكيد هو الحل الأسلم. لكن أي دولة، هل هذه الدولة اخترقت بكل أبعادها بكل هياكلها بكل بناها بكل وظائفها؟ هذه الدولة اللي تتكون من برلمان صار الآن 10 أشهر متشكل ولم يستطع أن يشكل الحكومة،
بعد أن أمهله أو أمهلته المحكمة الدستورية العليا فترة وجيزة، والفترة الوجيزة هاي من هذا لحد الآن صارت 6 أشهر. أي عن أي دولة نتكلم؟ ويعني هذه يستقيل وزير المالية ويقول علنا وبالقلم العريض أن الخزينة العامة للدولة تسرق من الأحزاب الكبرى ومن الشبكات الفساد ومن يعني أنا بس أشوف ليش ده يصير عندي صدى وصوت آخر إذا فالحقيقة الدولة العراقية مثل أي دولة يفترض أن تؤمن كل مستلزمات الحياة حتى تحترم. أنت تحترم الدولة لما تشعر بهذه الدولة تحترمك، لما تشعر لما يقول الإمام علي كرم الله وجهه الفقر في الوطن غربة، هذا يعني هذا واحد من أبعاده. لما دولة تخليك فقير تفقرك، شوف معدلات الأمية، شوف معدلات الفقر، شوف معدلات الفساد، شوف السرقات، شوف شوف شوف. عن أي دولة نتكلم؟ ماذا نريد أن نحترم؟ نحترم عناوين لو نحترم بنى تقدم لنا الخدمات؟ هو ليش المواطن أساسا يطلع؟ ليش الشباب يستشهدون يقتلون؟ لماذا؟ يعني خاف واحد عن باله هم طلعوا حتى يروحون يسبحون بالقصر الحكومي بالمسبح مع القصر الحكومي؟ ما طلعوا بطرا، هم طلعوا لأنه فاض الكيل. وقلناها مرات ومرات ومرات، الشعب ممكن يمهلكم مرة ومرتين وثلاثة لكن لا يهملكم إلى النهاية. لما تريدون الشعب يحترم الدولة احترموا أنتوا الشعب، لما تريدون تحتكمون للدولة احتكموا أنتوا أولا للدولة احترموها. مرتين دخلت على المنطقة الخضراء بسياراتكم وإلى آخره لما القائد العام للقوات المسلحة اعتقل بعض الأشخاص، هسه اعتقالهم صح أو خطأ القضاء كان يبطل بيها. نتذكرها هذه كل جديد نتذكرها، نتذكر كيف تم اقتحام المنطقة الخضراء. أتوقف لدى بيان قوى الإطار، يعني بيانهم بيان دولة، بيان دستوري، بيان يتحدثون عن ضرورة احترام هذه الدولة. هذا السؤال للأستاذ رمضان البدران. يعني قوى الإطار يتحدثون بشكل عقلاني حكيم انه احنا عندنا دولة يا جماعة، لا نروح ننخرط بتصرفات، لا نذهب انه هاي دولتنا. زين، هاي قوى الإطار نفسها كانت داعمة للفصائل، وانت تعرف يا استاذ رمضان الفصائل اللي كانوا يستهدفون أربيل، كانوا يستهدفون البعثات الدبلوماسية، حتى في سوريا كان أكو نشاط للفصائل. قوى الإطار شنو شكل الدولة اللي هم يقولون إحنا نحترمها اليوم؟ وين صار هاشم؟ من مكة جاي؟ أنا أعتقد إن الإطار يراهن على حقيقتين، أما أن يراهن على أننا لدينا ذاكرة معطوبة ويعني ما عندنا تركيز في الأمور، وهو يعني يسوق ما يريد أن يشاء، أو أن الإطار لا يفهم الموقف بشكل جيد وأين موقعه. نحن نتابعنا الإطار وأداءه، مجموعة من القوى وصلت إلى البرلمان مهلهلة متفرقة متناقضة، والقانون الانتخابي حسم الأمر أن من يفوز في أي مكون بأعلى الأصوات عرفا طبعا هذا ليس قانون بالضرورة يكون له حق تشكيل حكومة، وانطبق الأمر على السيد الصدر، ثم قام السيد فقالوا له تشق المكون، ثم ذهب إلى أغلبية في البرلمان في إنقاذ وطن وهذا يلبي مطلب الدستور، فقالوا له تشق الصف، ورجموا الشركاء بالصواريخ وبالقرارات. هذا أين كانت الدولة؟ يعني ما هل يعتقدون أن ذاكرتنا معطوبة مثلا؟
ثم قال لهم الرجل أربنحهم 40 يوم وقال لهم أذهب للمعارض وفشلوا، وطبعا ورفضوا أن يعود إلى المعارض إلا أن يكون معه. نحن لدينا ذاكرة، يعني ذاكرتنا مو معطوبة، ولسنا سفهاء إلى هذه الدرجة مع الاحترام. زين، انسحب الرجل، شكلت حكومة، شكلها بوليسي خطير، تيار الصدري في على الأرض توجس، قال إن هناك هجوم. فالرجل عندما تعاطى مع كل هذه الأمور، واليوم نقول إن الإطار ماذا يريد؟ هل يعتقد أنه فعلا يملك الشرعية؟ هذا برلمان فاقد الشرعية من 8 أشهر وفق الدستور. أي دستور يتحدثون عنه؟ الدستور يمنحك شهرين، هذه إسرائيل يومية تنتهي المدة الدستورية، يروحون 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 انتخابات أخرى. ماكو دستور صار له 8 أشهر مطلوبين، والمحكمة الاتحادية لا تراعي هذا الموضوع. إذا الشرعية هي ليست كلام، نحن نتحدث عن الوقائع. أنتم فاقدين الشرعية من دخولكم إلى البرلمان، إلى اعتذاركم على 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 الغاء فائز، على اعترافكم على أغلبية البرلمانية، على اعترافكم أن يذهب الرجل معارض، إلى 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 كلك فاقد للشرعية منذ البداية. نحن نكذب على أنفسنا. ولكن الخطير أنه هذا الخطاب يدل على أنه الإطار يريد أن يتمترس بشكل المشهد، ويريد أن يخفي نفسه شرعية الأغلبية وتشكيل حكومة. وأنا أعتقد أن هناك إرادة داخلية وخارجية مدعومة، أن الأنفة العراقية التي قام بها السيد الصدر مؤخرا يجب أن تحجم في هذه اللحظة التاريخية المهمة. طيب يعتقدون بس أستاذ رمضان، أكو مؤتمر صحفي، أكو كلمة للسيد فالح الفياض، خلينا نستمع لها، رئيس هيئة الحشد الشعبي. شنو الموضوع؟ شنو؟ ما يحبوني استاذ؟ يعني مسج بس التفت لهم راحوا؟ ما يحبوني؟ اي عموما خوش. استاذ رمضان، يعني ما اعرف، ردنا نطلع السيد الفياض بمؤتمر صحفي، بس بس يعني شدد انه السيد فالح الفياض انه لا يصح القفز على العملية الديمقراطية، راح نحمي العملية السياسية والمؤسسات، يعني بمعنى أنه الحشد الشعبي دخل على الخط. أستاذ رمضان، الحشد الشعبي ليس أمره بيده السيد فالح الفياض، والحشد الشعبي ليس أمره بيده. والفقرة 4 التي أدخلت في مسودة قانون الحشد قبل سنوات كانت معدلة مثل هذا المشهد، أنه إذا ما تعرضت دول مؤسسات الدولة لي شيء الحشد يتدخل. في الفقرة 3 يقول الحشد يأتمر بأمر رئيس الوزراء، بس بالفقرة 4 يتقول الحشد يتدخل ولم يشير إلى وجود إذن أم لا. فالحشد أو الداخلية وبقية الأجهزة معروفة النفوذ من عليها. نعم، جهاز الأمن الوطني سيستم، عفوا مقاومة الإرهاب أو الدفاع، ما يكون نفوذ عليه. البلد موزع والنفوذ متشرد في القضية، في الجزء المدني وفي الجزء العسكري وفي الجزء القضائي. أنا أعتقد ستتم عملية هجوم منظم كاسح على التيار وعلى كل هو أكو أمل العراقية التي تريد الأنفة للعراق. أنا أعتقد أكو فرصة أنه باكر المحكمة الاتحادية، وهذا السؤال للدكتور غالب الدعمي، ممكن أنه المحكمة الاتحادية تجد مخرج لهذه الأزمة؟ دكتور غالب، نعول على هذا الشيء؟ يعني ممكن، حقيقة ممكن. يعني أنا أعتقد إذا صار مو هسه هذا بيان الحشد الشعبي خلاك تقف مكان بعيد، يعني تخليك توقف. ربما إذا صدر بيان يوم غد وصل لك البيان، أو والله ما وصلني لحد الآن، أعتقد راح يكون. لا لا، مو هو، أنا عندي تفاصيل، بس أنا عندي معلومة أخرى. يبدو مجلس الأمن والأمم المتحدة راح يتدخلون أيضا بالأمر، يبدو لي هكذا. نعم، وهذا ايضا يعني لدعم الاحتجاجات، بالمناسبه لدعم الاحتجاجات وعدم الاعتداء على المتظاهرين، ونقطه فيها حمايه مؤسسات الدوله، بس بالنتيجه هي لصالح الاحتجاجات. هذا الامر يعقد ايضا المشهد يعني محليا فيما لا تدخل افراد الحشد، ومو صحيحه. تدري الحشد اذا تدخل هو تم يعني انشاء او تاسيسه لقتال داعش لحمايه العراق حدود الخارجيه. حينما يدخل في اقتتال داخلي، تعرف هم كلاهما ينتمون للمؤسسة الدينية، لكن قسم منا ينتمي للمؤسسة ويؤمن بتقليد السيد الخامنائي، وقسم يؤمن بتقليد السيد السيستاني، وقسم آخر تعرف حشد محافظة أقليات، حشد عشائر، وحشد السرايا.
هذا فيه اقسام عديده يعني والاقليات ايضا. فبالتالي هاي التقسيم وهذا البعد راح يسبب مشاكل كثيره. اعتقد حشد الاقليات والعشائر لن يتدخل، حشد العتبات لن يتدخل، بقي الامر بين سرايا السلام وجيش المهدي والحشد. الحشد الشعبي انا يعني تعرف علاقات واسعه، ابنائنا هم الحشد الشعبي اللي هم ضمن الفصائل، هم ابنائنا واقربائنا اغلبهم ما عندهم رغبه يقاتلون حقيقه اقول لك اياها ابدا، لان اكو انفصال بين الجندي، يقول لك الجندي اني سرايا السلام ابن عمي ما اقتله. لذلك اعتقد اذا تدخل الحشد ما راح يخسر خساره كبيره جدا. طيب. يعني يخسر شعبيا بالمناسبه ودوليا ربما. انا هيك اتوقع، وعلى الرغم من هذا اقول اذا اكو عقلاء يبدو مو بصالحهم تدخل الحشد. واذا رجعنا البيان الاطار مثل ما قلت بيان عقلاني جدا جدا عقلاني، بمعنى قد يعني يرسلون رسائل اليوم يوصلوها انه يوافقون على حل البرلمان، وربما المحكمه هي التي تقطع الشك باليقين، وهاي مناسب لها بالمناسبه تعيد ثقه الناس بها، لان اكو جزء من الجمهور يعتقد ان محكمه هي مو له، محكمه ربما تمثل جهه، وهاي مو صحيحه، لان هي محكمه تشمل محكمه اتحاديه دستوريه تشمل كل الشعب العراقي. نتمنى انا هيك اتمنى حقيقه ان يكون لها دور في حقن الدماء عبر قرارات. انا ببالي انه قد يصدر قرار هو يعني لا الى هذا ولا الى هذا، بمعنى تصدر قرار يرضي الجميع. كيف الصدر المحكمه هي خبيره بهذا الشان، وبالتالي ننتهي من الازمه، ننتهي ونتمنى هاي الليله هاي الساعات لغايه يوم 11 باكر تكون مات اجله، انه تكون ما بها دماء اكثر من الدماء اللي سطوا حدود 12 شهيدا الرحمه والغفران. استاذ منقذ، ممكن تتوقع انه المحكمه الاتحاديه باكر ممكن تحل الازمه وتصدر قرار يعني بحل مجلس النواب او الاعاز الى مجلس النواب بحل نفسه وتوجيه السيد رئيس الجمهوريه بالاعلان عن انتخابات مبكره؟ هو دستوريا كما يبدو لي من أقرأ الدستور لا يوجد منفذ يقول من الناحية الدستورية أنه المحكمة تستطيع حل البرلمان، يعني هذا لازم نكون متفقين عليه. لكن بودي أتمنى حقنا للدماء ولدرء الفتنة أن تجد المحكمة الاتحادية مخرجا لهذا المأزق الذي وضعتنا فيه ابتداء. هذا الـ يعني كيف راح تتم التخريجة ما أعرف. لا بس أستاذ منقذ يعني إذا المحكمة الاتحادية ما تتدخل والوضع يبقى هالشكل، يعني بعد سنة بعد سنتين لا لازم أكو تدخل من المحكمة. أتمنى أنا أقول لك أتمنى تتدخل، لكن حل البرلمان ما يعني ما اشوف، انا مو قانوني لكني اقرا الدستور ما اشوف بها مخرج. لكن هناك مثلا تخريجه اخرى انه ترفع الشرعيه والدستوريه عن هذا البرلمان، بمعنى انه انا يا برلمان انطيتكم فتره وجيزه، هذا نص القرار. هذا حاصل يا سيدي، تم تجاوز المدد الدستوريه. بالضبط، لكن من الذي يفصل؟ من الذي يقول تم تجاوز المدد وانه وبالتالي اصبح فاقد للشرعيه الدستوريه؟ هذا اللي تقوله المحكمه مو انا وانت. يعني هذه وحده من التخريجات اللي ممكن تخرج بها المحكمه وتدرأ الفتنه هذه اللي صارت. بعدين انا اريد ارجع على بيان قوى الاطار. يا اخواني يا قوى الاطار، علينا جميعا الان وان نحرص على دماء العراقيين. البيانات انتهى موضوعها وصارت قديمه، والسيد سد كل الوسائل التواصل. وبالمناسبه في اي ازمه استراتيجيا نقول، في اي ازمه أعقد ما يكون، أصعب موقف ممكن أن يواجهه المتنازعون هو أن تقطع الاتصالات وتفقد القيادة والسيطرة. حينما تفقد القيادة والسيطرة ممكن تحل الفوضى ولا يمكن أن نجد حل. يعني صعب تكون تجد حل.
حل. لذلك أتمنى من قوى الإطار يطلعون من قصة البيانات ويروحون على السيد ويقعدون وياه ونبتدي نشتغل بطريقة أخرى مو بطريقة البيانات. لا تصورون وإحنا قلناها سابقا أنا وغير كثيرين، لا تفرحون بانسحاب السيد ولا تفرحون بانسحاب الكتلة الصدرية، بالعكس عليكم أن يعني تتحسبوا كثيرا من هذا الانسحاب. وشفتوا اليوم، شفتوا اليوم ماذا حصل. السيد مقتدى كانت رسالته واضحة، تريدوني أطلع من السياسة بأمر أو بفتوى من المرجع، هاي خلينا راح أطلع لكم من السياسة وراهون شو تسوون. الرسالة واضحة، أنا القيادة السياسية لم أكتسبها من خلال مرجعيتي الدينية، أنا اكتسبت قيادتي السياسية بسبب تاريخ عائلتي أولا وبسبب نضالي ضد الاحتلال وقيادتي لمجموعة كبيرة من العراقيين، بالتالي ماكو فضل لمرجع علي. احترم المراجع دينيا. لذلك تريدوني اطلع من السياسة، هاي راح اراويكم من اطلع من السياسة. الان عقلاء القوم يجب ان يستلموا الرسالة هذه بشكل واضح، مثل ما يقولون ينزلون من بغلتهم، البعض من عندهم ينزلون من بغلتهم ويقعدون ويا السيد. التنازل لأجل دماء العراقيين ليس تنازلا، وإنما بالعكس هو تعالي، وهو يعني يعبر عن موقف إنسان ووطني كبير سيحفظه لكم الشعب. أما تظلون تريدون بواسطة البيانات تحلون الموضوع، لن يحل الموضوع بالبيانات لأنه صار بالشارع. طيب راح وقت البيانات. بس سؤال السؤال الدكتور غالب، يعني الآن إذا يعني سمعنا أنه أكو مبادرة للسيد البارزاني وأكو وفد يعني يترأس السيد نجرفان والمفروض يروح ويا السيد العامري والخنجر والحلبوسي وبافل طالب هاشم الكندحج رايت الله بيضه بس دقيق، بس اقول يعني بعد وين المبادرات بعد هذا اللي حصل اليوم؟ ماكو مبادرات مع منو؟ والله الوضع متأزم. يعني انا احد المواطنين هسه دز لي رساله قال لي اسال الاستاذ عدنان على الواتساب، قال له مقتنع بالبيان اللي صدر من الاطار. يعني قلت له انا راح اوصلها للاستاذ عدنان. على كل حال استاذ البيانات ما تنفع بعد. الان وصلوا 17 شهيد، الان وصل بالاسماء 17 شهيدا. من قتل هؤلاء؟ من قتل هؤلاء؟ من قتل هؤلاء؟ الا يخافون الله؟ يعني اللي يقتل هؤلاء 17 شهيدا، 17 شهيدا، من قتل هؤلاء؟ يعني الا يخجلون من الله؟ من اهاليهم؟ مو ذولا من عندكم؟ مو هذا المكون الأكبر؟ مو هذا المكون الشيعي الأكبر؟ هو هذا الدستور؟ هذا الدستور اللي هم يجون عليه يحكمون به؟ يعني فرحانين هاي الدماء سالت بالخضراء على مود يبقى فلان مرشحهم يتمسكون به، وعلى فلان يبقى قاعد بقصر قيمته 150 مليون دولار ياخذه يسجله باسمه مثلا، وعلى فلان وفلان يصير؟ مو البارحة أكدنا وكان ضيفك أستاذ هاشم وياي وحشينا قلنا الدماء إذا سقطت لن تتوقف، لن تتوقف. ما يسمعون يعتبرون ما اريد ان اكون بهذه الطريقه دكتور غالب. بس خليني انقل تساؤلك، خليني انقل تساؤلك الى دكتور هاشم الكندي. حياك الله دكتور هاشم، كنا منتظريك يعني اكثر من 40 دقيقه. يعني هو الوضع كله مو تمام في بغداد، انا اقدر هذا الشيء، بس سؤالي الى حضرتك يعني بيان قوى الاطار، هذا التساؤل أحد الأصدقاء الدكتور غالب، أنه هالبيان غير مقنع، يعني يحتاج إلى بيان آخر، بيان بمستوى الحدث. أكو شباب وأكو دماء سقطت الآن يا دكتور هاشم الكندي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أعتذر عن التأخير بسبب إصراري على الحضور بالاستوديو لكن لم أتمكن، وأيضا برجوعي هنالك تهديدات شخصية، تعرفون أنه
الشوارع الآن بحالة انفلات بسبب نزول الأخوة بأسلحتهم. المشهد بالتالي البيانات التي تطرح من اللي نازل بأسلحته طلب التهدئة، لكن أن تصل الأمور إلى استغلال الشارع بطريقة غير ديمقراطية، ثم الآن يأتي الأمر بالنزول بالشارع واستخدام هذه الأسلحة، ما يتحدث عنه ضيوفك هو مواجهة مع القوات الأمنية. واليوم رئيس الوزراء طالب السيد مقتدى الصدر بأن يصدر بيانا ليدعو أتباعه للانسحاب من الشارع. دكتور هاشم، هم المتظاهرين شنو اللي سووا بالضبط حتى ينضرب عليهم النار؟ هم كانوا مسالمين ودخلوا القصر الرئاسي وراحوا وسبحوا، خلي يسبحون يا سيدي، شو تريدون معتهم؟ استاذ عدنان، اولا هم ليس الحديث ليس عن المتظاهرين الذين دخلوا وشاهدناهم، لكن بعد ذلك هنالك من مجيء قوات باسلحه وهي ايضا موثقه، وهذا هذا الأمر هو الذي فيه إشكال. استخدام الأسلحة من قبل المتظاهرين وهم تابعون إلى جهة سياسية معروفة، واستدامهم مع القوات الأمنية. اليوم القوات الأمنية واليوم الحكومة حكومة الكاظم التي هي بالتالي حكومة التيار، ولهذا لم يستهدف لا رئاسة الوزراء ولا الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استهدفوا القصر الرئاسي. فبالتالي ما لماذا النزول الى الشارع؟ دكتور هاشم، لا القصر الحكومي استاذ عدنان، بس يا واش يا دكتور غالب، يعني انا اسال سؤال الدكتور هاشم، هم يعني مسلحين وانقتلوا من عندهم 17؟ عزيزي عندهم اولا خلت. هذا القتل استاذ عدنان، اولا لابد ان نكون الان بمسؤوليه انا وانت وضيوفك، لا نكون لا مصدر فتنه ولا اشعال فتنه. هذه الأرقام التي ترد ليس فيها شيء رسميا، والآن أيضا هنالك أخبار تقول بأن قتلى من أو شهداء من الضحايا من القوات الأمنية. هذا الأمر لا زال في الفتنة، لا يصعد به. ثم الآن هذا الرصاص الذي يسمع على مقربة من ضيوفك ربما من دكتور غالب، هذا منه مصدر طرف واحد القوات الأمنية، أم مصدر أيضا من نزل وحمل السلاح، من كان عمل على أن يضرب الشارع وتوع بالمفاجآت ثم الآن يتوع في دكتور أرجوك السلاح. دكتور أرجوك لا تتهمنا بالتأجيج. دكتور أرجوك، أصلاً الحوار كان بسيط وهادئ، أنت دخلت صعدت الرتم مال الحوار، أرجوك فلا تتهمنا بالتأجيج. بعدين أنت حضرتك حضرت قلت لنا الجماعة نزلوا بسلاحهم، إحنا ما عندنا هيك معلومة، ما كان عندنا هيك معلومة يا سيدي، ولا حكينا بهيك معلومة، الله وكيلك ما حكينا بهيك قصة، فلا تتهمنا بالتأجيج. أنت اللي قلت لنا التيار الصدر نزل بسلاح، حكينا قلنا ان التيار الصدري نزل بسلاح يا جماعه، لا تتهمنا بالتأجيج دكتور هاشم. لا عزيزي بالعكس، كان الحديث كله نحو التهدئة. الخطاب لازم ان يكون دقيق استاذ عدنان، انا قلت الجميع، الكل، لم استثني لا نفسي ولا انتم، انا قلت الجميع، لنقول بمسؤوليه استخدام هذا الخطاب، وايضا العوده الى ذات الاسلوب الذي كان عليه بمظاهرات تشرين، يدخلون ويغيرون ويدخلون. الآن الخطوة الأولية هو أن ينسحب المسلحون المنفلتون من الشوارع، من داخل المنطقة الخضراء ومن قطع الشوارع، ويكفون عن استخدام الرصاص تجاه القوات الأمنية. هذا هو الأساس، هذا الأساس دعوة الحوار والحفاظ على الأرواح جميعا، كلها أرواح عراقية، كلها أرواح محترمة. طيب، سواء كان المتظاهرين او سواء طيب ما هو دليلك يا دكتور، ما هو دليلك على هذا الشيء، ما هو دليلك على انه هناك مسلحين منفلتين ويطلقون النار، شنو دليلك؟ ليش تأجج يا دكتور هاشم؟ الان هذه الصور اللي تنقل الان اللي يطلق النار على المنطقه الخضراء، هؤلاء شنو، مسلحين منضبطين، جيش اخر من دوله اخرى، ام هي قوه سياسيه انزلت قوتها العسكريه بهذا الفعل وهي قد لوحت بهذا الأمر؟
لماذا لم يكن الحق ظاهر؟ دكتور ما جاي افتهم عليك، يعني حقيقة ما جاي افتهم. الخضراء، المنطقة الخضراء صايرة منخل بسبب الفصائل. منخل يعني. عزيزي أستاذ عدنان، أولاً الآن من يحمل السلاح هم سرايا السلام. ما علاقة الفصائل بالموضوع؟ والحكومة بها الكاظمي، والكاظمي هو الذي يقول على الأطراف أن تسحب أسلحتها وتبتعد، وهو الذي دعا سيد مقتدى أن يوجه خطاب إلى جمهوره بالانسحاب من المنطقة الخضراء وترك المؤسسات الرسمية. الآن أقحام هذا الأمر، هذا الذي أقول عليه التأجيج. الآن بدأنا نعجج. طيب. هذا بدأنا خط خط الملفات، هذا الذي بعد ذلك يحدث الفتنة والذي لا نريد جميعا. فبالتالي التهدئة وضبط النفس من الجميع. طيب. هل يحق لمتظاهر أن يحمل سلاح؟ اليوم هذه الأسلحة المتوسطة والثقيلة والدخول في المنطقة الخضراء بسيارات معروفة وتسليح معروف وأشخاص معروفين، هذا يسمى عمل ديمقراطي؟ هذا مطلبي أم أنه فرض القوة وفرض الرأي بكل شيء؟ دكتور هاشم، يعني أنا أريد، يعني ما أريد أتأخر على باقي ضيوفي، بس لحد الآن أذكر المشهد عندما تم اعتقال قاسم مصلح القيادي في الحشد الشعبي، كيف كانت باقي الفصائل وهم يحملون الأسلحة المتنوعة؟ يعني أكيد حاضرك هذا هيج مشهد يعني، والاستعراض اللي حصل. أستاذ عدنان، اليوم أنت تشوف قوات دخلت، ناس دخلوا المفروض أنهم مدنيون، احتلوا المنطقة الخضراء وقطعوا الشوارع. دكتور منقذ، وهذا الامر تطلب حظر تجوال من قبل الحكومه. دكتور منقذ، دكتور منقذ جميعا، انسحاب ماذا يعني انسحاب سيد مقتدى؟ قام بها ضابط الخطا. انسحاب سيد مقتدى، ويعني هل يعني انه هو ضوء اخضر لانصاره انه خلاص يعني انه كل شيء لكم، انتم احرار بمواقفكم بتظاهراتكم، اختفى سيد مقتدى عن التحكم بأنصاره، ماكو لو انسحاب تكتيكي؟ دكتور منقذ، لا أنا يعني مثل ما قلت لك، أعتقد هذا الانسحاب للسيد مقتدى هي رسالة واضحة أنه تعاملوا أنتم والشارع، تعاملوا أنتم والشعب، ما تريدوني بالمشهد، لم تستمعوا لي، حذرت مرات ومرات وانطيت أكثر من تحذير. يا أخي حتى اللي ما يفهم بالسياسة بالعراق أيضا كان لو من تسأله تقول له شو راح يصير الوضع، هل السيد مقتدى تتوقع أنه راح يعني يسحب جماعته وراح يسلم كل شيء الجمل بما حمل إلى جماعة الإطار؟ كان يقول لك لا عمي، هذا ما، هذا كلام غير منطقي وغير معقول. لكن الجماعة ما استمعوا إلى هذا الشيء، الجماعة استصوروا أنهم خلص حصلوا على الشرعية الدستورية التي تؤمن لهم الانفراد بالسلطة. واليوم ما أعرف انتبهوا أو ما انتبهوا، بعدني ما أعرف لحد الآن هل انتبهوا أو ما انتبهوا، إنه تقديرهم كان خاطئ في المرتين، المرة الأولى عندما أسرعوا بملء المقاعد اللي انسحب من عندها الصدريين، والمرة الثانية الآن لما انسحب السيد الصدر من المشهد. نعم نحتاج إلى تهدئة ولا ندعو إلى التصعيد، لأن كل الدماء عراقية وشريفة وتستحق، يعني قطرة دم واحدة ما تستحق هذا العناد، أنه فلان يكون بالمنصب أو فلان، هاي كلها على موت شنو حتى يكون فلان بالمنصب؟ يا أخي ما طز بالمناصب كلها بكل الأحزاب مقابل العراقيين، ما تسوى الأحزاب كلها جناح بعوضة أمام دم شاب عراقي؟ أم الآن نصبة فاتحة وأبوه نصب فاتحة في المدينة أو في أي مكان آخر. من يعني هذا التمسك
بالسلطة كنتوا تقولون نريد نحافظ المكون على المكون وحقوق المكون، هاي حقوق المكون، لما يقتل أبناء المكون هذه مو حقوق يا جماعة. والله طيب ما دان أفهم بس الدكتور المنطق اللي ينحكي به. إذا تريدون تهدؤون، إذا تريدون تهدؤون أنتوا هدؤوا من يمكم. عرفتوا شنو القصة؟ وين المفاتيح؟ كيف؟ ما هي المفاتيح؟ العناد لن يفلح في هذا الموقف، لن يهدئ. كل ما تعاندون أكثر يعاند الطرف الثاني. هذه نظرية في علم النفس، معروفة في علم النفس السياسي. إثبات الذات والسيجنيفيكانت، يعني أنت كل ما تعاند ويا طرف مثل هذا الطرف بتكوينه السايكولوجي للسيد مقتدى وبخلفيته العائلية وبجمهوره، بس كل ما تعاند ويا أكثر كل ما راح يعاند وياك أكثر. أستاذ منقذ، بس خلينا ناخذ كلمة السيد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، وقتها شقد؟ يلا طلعوا. على أمن المواطن واستقراره وراحته وحفظ النظام السياسي، وعين على الإرهاب لكي لا ينمو ويتطور. وما شهدناه اليوم من مضافات قرب مدينة الموصل كانت لتشكل تحدي لأمن واستقرار هذه المدينة، ولدينا أهداف أخرى إن شاء الله تتحقق في الأيام القادمة. أترك المجال لأخي السيد خضير المطروحي قائد عمليات نينوى الحشد ليستعرض بعض التفاصيل المتعلقة بهذه العملية التي حصلت هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم شكري واعتزازي إلى السيد رئيس هيئة الحشد الشعبي لحضوره هذا اليوم في هذه المحافظة الكريمة، محافظة نينوى، والأخوة الأعزاء من مديرية الاستخبارات والأخ أمين السر الذي كان حقيقة متابع لهذه العملية، جزاه الله خير الجزاء. وكانت هيئة استخبارات الحشد لها دور كبير في وجهدها الفني في المتابعة الدقيقة لفلول داعش الموجودة في المنطقة، والحمد لله تكلفت هذه العمل بنجاح بقتل هذه المجموعة. في هذا الظرف العصيب الذي يمر به عراقنا الحبيب، ومن خلال الأحداث المؤسفة التي حصلت في بغداد ودخول بعض المقرات الحكومية من قبل بعض الجهات، وما حصل من مشاكل أمنية في منطقة الخضراء، وما هو مؤسف في هذه الأحداث، وما هو لا يعبر عن مدرج وطني وسياسي يحترم ثوابت العملية السياسية، وإنما يتصرف بطريقة غير مسؤولة. نحن في هيئة الحشد الشعبي سنبقى معاهدين أبناء شعبنا البطل على أن نكون خارج الاصطفافات السياسية، لكن نكرر ونؤكد ثوابتنا في حماية العملية السياسية واحترام التداول السلمي للسلطة وتداول السلطة من خلال صناديق الاقتراع. ولن يعود العراق إلى العهود المظلمة، عهود السيطرة الدكتاتورية. ومن هذا المكان ومن مدينة الموصل ونحن نتكلم عن عملية بطولية لأبناء الحشد الشعبي في توجيه أكبر ضربة إلى داعش الإرهابية، وناشد كل الأطراف أن تتصرف بمسؤولية عالية تجاه هذا الوطن وأمنه واستقراره، وأن نحتكم إلى الدستور وإلى القوانين، وأن نحتكم إلى صناديق الاقتراع، ولا نقفز على العملية الديمقراطية التي دفعنا من أجلها ثمنا باهظا، ولا يمكن أن نضحي ونفرط بهذا المنجز العراقي الذي ما جاء إلا بعشرات الآلاف من الضحايا والشهداء وكل الخسائر الكبيرة التي مني بها هذا البلد. أنا يعني آسف جدا، أكو إرباك بسبب الوضع يعني. مع ذلك يعني استمعنا إلى كلمة السيد فالح الفياض، وهو يتحدث أنه الحشد الشعبي راح يبقون على مسافة واحدة، ما راح يتدخلون، وهم مع الالتزام بالمؤسسات الدستورية. أستاذ منقذ، شنو رأيك بكلمة السيد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي؟ فعلا الحشد الشعبي ممكن يبقى على الحياد إذا صار تصادم بين قوى الإطار وقوى التيار؟
يعني أنا الكلمة رغم بعض الملاحظات البسيطة لكني أراها يعني متوازنة بشكل عام. عادة يعني المقطع اللي يشير إلى طبعا إحنا الكل ملتزم بالثوابت الديمقراطية وإلى آخره، والقول أنه على مسافة واحدة هذه أيضا شيء جيد، لكنه أنا ما بودي يعني حقيقة أنه الحشد حتى يصرح أي تصريح بهذا الخصوص، لأنه الحشد مؤسسة عسكرية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، تابعة إلى القائد العام للقوات المسلحة. عندنا ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، وعندنا القائد العام للقوات المسلحة إذا يريد يصرح دون تصرحون بخصوص العملية بالموصل جزاكم الله كل خير وإن شاء الله عمليات أكثر وتجنبون العراق كل الدواعش وتقضون عليهم، لكن ما يخص الوضع السياسي التصريح بما يخص الوضع السياسي بخاصة وأن رئيس الحشد هو أساسا دخل انتخابات وعنده حزب وإلى آخره ومعروف موقف السياسي وخلفيته السياسية، هذا يعني عليه علامة استفهام، وعلامة استفهام كبرى لأنه خارج السياقات العسكرية اللي نعرفها أنه قائد عسكري يطلع يصرح بتصريح سياسي ويتعارض مع الواجبات والموقف. كل كلمة ستحسب عليه، قد يكون الرجل ما قاصده، لكن الآن يجيك البعض يجوز يقرأ ما 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 قال بالجملة الأخيرة أنه التزام بالديمقراطية والاحتكام للدستور أنه يميل نحو طرف من الأطراف. فليش الحشد يدخل نفسه هذا المدخل؟ الحشد كما يقولون تأسس بفتوى من المرجع، إذن هو ولغرض محدد هو مقاتلة داعش. جزاكم الله خير طلعتوا حكيتونا عن داعش، شكوا لها هذا داعي الحكي اللي يخص هذا الموقف؟ أنا ما أعتقد هنا هي ملاحظتي على، وإلا بشكل عام لا هو على فكرة يعني أستاذ منقذ، هو الحشد تأسس بناء على فتوى من مرجعية السيد السيستاني، لم يتأسس بناء على فتوى من السيد الحائري، ولم يتأسس على فتوى من السيد الخامنئي، ولولا السيد السيستاني لما تأسس. أنا أستاذ ما أعرف إيش مرة أستاذ عدنان، أكو باللغة العربية أسلوب التوري، أنا من قلت تأسس على بناء على فتوى السيد السيستاني. لا يعني نرجع إلى أنه السيد مقتدى، السيد مقتدى يا واش بتغريدته قال مو تغريدة السيد مقتدى قال المرجعية الأكبر في النجف، المرجعية الأكبر في النجف، تمام، تبقى النجف هي المرجعية الأكبر. صحيح جدا، وحقيقة يعني بغض النظر عن القضايا الفقهية والاجتهادات بين المراجع اللي احنا ما لنا دخل بها، هذه مو يمنا، لكن واضح يعني الآن كمتخصص في الرأي العام، شوف أقول لك هذه المعلومة الشعب العراقي بالذات احنا نحكي على المناطق الشيعية الآن، من 2003 لحد الآن نسألهم عن القيادات السياسية والشخوص العامة وإلى آخره، كل الشخوص اللي نسأل عنها العراقي السياسيين قادة رأي إلى آخره كلهم معرضين إلى الهبوط والصعود حسب مواقفهم، إلا شخص واحد عند الـ كل العراقيين في الجنوب ثابت الرأي إلى ما تنزل ما ينزل معدل التأييد إلى عن 80 إلى 90% دائما. فلذلك الـ هو مو مهم المرجعية وين تكون
يعني إذا واحد يريد يسوي مرجعية بديلة، لكنه العراقيين من يريدون. واضح أنه الاحترام إلى السيد السيستاني، إلى المرجع الأعلى السيد السيستاني لا يدانيه احترام. ولذلك يعني أنا أعتقد اليوم كانت تغريدة السيد مقتدى مع الواحد يعني فد مرة سووها وياه وخلوه بهذا لجأ إلى هذا الأسلوب، لكني أتمنى من السيد مقتدى، أتمنى حقنا لدماء العراقيين، أناشده أنه تحقن هذه الدماء بعودته وبسيطرته على جماعته، لأنه لا نريد العراق أن ينزلق الآن. الحكمة مطلوبة، نعلم مدى ما تقاسيه يا سيد مقتدى، من وخاصة بعد هذه بعد البيان اللي صدر من السيد الحائري، نعلم ما تقاسيه، لكنه العراقيون يقاسون ودماء ستنزف كثيرة. أرجو من الطرفين أن يحتكموا إلى العقل، لأنه الفتنة سوف لن تبقي ولن تذر ولن يكون أحد بمن جاء، ما حد راح يستلم. خاف يريدون يصيروا رئيس وزراء، يريد يصير رئيس وزراء واحد أو يصير وزير، راح تستلموها خربان هالشكل. هل تستفيدون من أن تستلمون عراق خرب؟ هل أين المنطق في هذا؟ يا جماعة انسوا شوية طموحاتكم، انسوا نزلوا عن بغلتكم وتنازلوا لخاطر هذا الشعب المسكين. شكرا لك استاذ منقذ داغر، وعلى ما يبدو انه بعض الضيوف ما حصلوهم اليوم، فما ابقى احكي روحي. شكرا شكرا دكتور منقذ. وشكرا لباقي الضيوف، الدكتور غالب الدعمي اكاديمي ومراقب سياسي، والدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعه النبا للدراسات، وشكرا للاستاذ رمضان البدران، وايضا المفروض الدكتور غسان العطيه يكون ويانا، حاولنا وياه هواي يعني اكثر من نص ساعه. شكرا لك، وايضا الكندي يعني حاولنا وياه هواي ما قدرنا. المهم الله يحفظ العراق وشعب العراق، وان شاء الله بردا وسلاما على هذا البلد. سؤال حلقه اليوم: هل تعتقد ان بيان الحائري هو من دافع الصدر الى الاعتزال السياسي، وكيف؟ جا منه. اترككم مع اجاباتكم وشكرا لكم.